Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je vais très bien, alhamdoulilah, merci à vous. Je vais vous faire un vlog. Moi, une vidéo très spéciale sur la chaîne d'Yana. Je vais vous faire un vlog de l'ami qui est très très proche de l'IA. Je vais vous faire un vlog ensemble. Et en même temps, je vais vous faire un vlog. Je vais vous faire un vlog. كيفاش الناس هنا في فرنسا ولا في الخارج اون جينيرال كيعيشوا واش سي ديفيسيل اتسيتيرا. المهم راه بزاف باش قنعتها تبارطاجي معنا ليكسبيرونس ديالها وكتحشم بزاف هادشي دابا شويه غادي تبان. دونك فوالا غادي نتغداو اي اون ميم طون الا كان عندكم دي كيسيون بيرسونيل تبغيو تسولوها ابار لا فيديو نخليكم انستغرام ديالها سولوها راه تري جونتي غتجاوبكم اي تو سا وتبعوها كدير شي حوايج زوينه في انستغرام. خليكم معنا. هما البسيطيرات ديالنا تيوجدو سارة مازال مغتبان هانتي شوية تبان هاني السلاد ضربة سارة بخير موريكم لابارتمون داكشي كامل دابا غندوقو البسيطيرة ديالنا سارة قبل ما نبداو الانترفيو مع ساره بغيت نقول لكم هاد لا فيديو لي سبونسوريزي بار لاجونس منحه ايجنسي كتدي الطلبه اللي باغيين يكملوا قرايتهم برا سورتو لاشين كاينه اوسي لوكرين كاينه لسباين دونك تقرا اللغه تما ومراه تكمل قرايتك. اللي باغي يكمل قرايته برا في هاد البلدان اللي قلت لكم يكونتاكتي لاجونس سوا سور انستغرام سوا سور واتساب. اي دابا ندوزو الانترفيو لا واجده واجده ان شاء الله تطلق لي باركوي تطلق ديكو غنعاودو الله يعاونك انا عرفتك دوي انت مستريس هادشي بحال كتوجدي شي اونتروتيان ولا شي بريزونطاسيون. المهم شجوها عافاكم في الكومنتير راه كبير ممكن تشمس عرفتي تو في ان ايفور ملي كتكون كتهضر باوي سي ديفيسيل زعما ميم سي كنهضر داك الهضره اللي كنقولها من قلبي ولكن والله الا سي ديفيسيل وما كتهضرش ماشي انت اون فيت ما كتهضرش كومون دير سبونتاني كتولي كتبحال كتبحالك بلا ما كتقصد من الهضره اللي كتقولها راها من قلب كتقول كيفاش الناس غادي يسمعوا الا هضرت عادي شافوا الناس اللي كيقطوا الكاميرا بحالك والله سي ديفيسيل. دونك فوالا جو بريزونت اون امي تري تري بروش او موان اللي تعرفت عليها هنايا في فرنسا كو كيما قلت لكم قنعتها باش تبان معنا تبان معايا في الفيديو وتعاودنا الاكسبيرونس ديالها باسكو فريمون دوزت تجربه زوينه وشيقه سيرتو بور البنات اللي شحال من وحده كتكونتاكتني كتقول لي انا خايفه نمشي لبرا والدي خايفين عليا بغينا الا كانوا الوالدين كيشوفونا اولا البنات اولا الدراري اللي عندهم خواتاتهم ولا عندهم بنيتاتهم باغيين يسافروا لبرا ما يخافوش راه شحال وحده كتجي هنايا وتبارك الله عليها كتنجح خاص غير الانسان الخوف ديما تيكون في الاول مي يتيق في الله ويتيق في الوليد ديالو والبنيه ديالو وما غيكون غير خير ان شاء الله. لاله ساره عرفي لنا قدمي لنا نفسك اوكي وعطيني لا بروميير كيسيون غندوي بها الباركور يونيفرسيتير ديالك منين بديتي وحتى لين ساليتي. انا ساره في باكالوريا سيونس مات ابري جي شونجي دو باركور مشيت درت شيت لافاك ديكونومي دو فاس قري خديت اون ليسونس ابري خديت ان ماستر اون ماناجمنت انترناسيونال في لا ميم فاكولتي اي داك ساعات جيت ابري لي دو زون ديال الماستر جيت لفرنسا قريت لو بروميي ماستر على الياو درت كوميرس انترناسيونال اي ابري خديت ان اوتر ماستر في باريس نونتير اللي هو افير انترناسيونال نيغوسياسيون انتركولتوريل. شي دابا تطلقتي على ديال الاولى لاحظتيها الوغ لي ديبي ديالك لي ديبي ديالك في فرنسا خلاص باسكو حياتك كامله انت عايشه حدا والديك في المغرب ديكو ما خرجتيش برا باش تعرفي زعما ديك التجربه ديال ولا القرايه برا داك التماره ديال برا تكوني بواحد كيتوسا اللي خرجتي ديريكتومون فرنسا اي ديكو بعدا والديك في الاول سورتو ماما كولا واش كانوا مخلوعين عليك كانوا خايفين عليك انت براسك باش كنتي حاسه. انا في الباركور كامل ديالي مع عمري ما خرجتش على فاس لو جوغ اللي ديسيديت انني نمشي برا كان ان شوك لوالديا ما كانوش باغين حتى واحد ما كان باغي
كانوا خايفين كثر سورتو ماما كانوا خايفين عليا سورتو كيقولوا كيفاش غادي تمشي بوحدها في مدينه في بلاد وحده اخرى ما عنديش لا فامي فرنسا عندي دي زامي دي كونيسونس ولكن ما عنديش لا فامي كي غندير نمشي كي غندير نعيش بوحدي كانت اون ديسيزيون صعيبه ابري عرفوا بانني باغا نكمل في داك لو دومين بلي انا بزاف ديال الحوايج بغا نديرهم نقدر تلقاهم في المغرب ولكن بصعوبه لان بغيت ناخذ اون اكسبيريونس على انترناسيونال بزاف الحوايج بصراحه الله ما تبعكوش معايا ما صعبوش معايا فاسيلمون جيت عاونوني بصراحه الله مورالمون فينانسيرمون بارلون كلشي عاونوني حتى جيت زعما صعوبات مع والديا ما لقيتهمش باغ كونطخ الصعوبات اللي كتلقاو ملي كتجي زعما يفو با كاشي داك لو كوتي خايب ديال تمشي لبرا يفو با فوندغ ا شاك فوا داك انك تجي برا غتلقى لا في اون روز كان صعوبات كبيره في الاول ديال انك غتجي السكنه ما كايناش المشاكل اللي نتوما كاملين عارفينها لي غالير ديال الاول كانوا صعاب ميم في الاول في داك لا بيريود الاولى ديال 3 مو كنت باغي نرجع للمغرب لحقاش ما مولفاش ما كنتش مولفه داك انني نعول على راسي بزاف انني اي حاجه خصني نفكرها لراسي الكرا خصني نقلب على راسي بزاف ديال الحوايج كانوا دي غالير كبارين اللي كنت باغي نرجع مي فينالمون عاوتاني كتلقى دو نوفيل كونيسونس هنايا كتعرف على ناس مزيانين دي زامي اللي كيرجعوا بحال خوتك زعما اللي تقدر tu peux compter sur eux حتى صافي الحمد لله داك الصعوبات كانوا في الاول سورتو في لاريفي كانوا و ابري ا شاك فوا كنت من لو شونجمون دون فيلا اون اوتر كان عندي صعوبات تاهم كنت ملي كنمشي لون فيلا اون اوتر خصك تفكر في الديميناجمون كيفاش غادي دير فين غتلقى السكنه تما خصك عاوتاني المهم سي ان سوجي كامل ديال السكن راكم عارفينو و المشكل ديال حتى الكوتي فينانسي كان صعيب لحقاش انا حياتي كامله زعما جو فيان با دون فاميلي لاباس علينا والديها فريمون تقاتلوا باش زعما يجيبوها وهذا يعاونها باش تجي فهمتيني سيتي با زعما الفلوس غير شي حاجه فريمون داروا لامبوسيبل باش يعاونوا لو كان ديال طول انا والديا الحمد لله زعما مع ديك القضيه اللي كنقول ما عندناش وما خاصناش الحمد لله مفرنا كلشي غير هو لو فات انني نجي لفرنسا كان شويه ديفيسيل خصك تبلوكي الفلوس خصك بزاف الحوايج و ابار البلوكاج لحقاش البلوكاج سا دور كو لا بروميير اني ابري خصك نتا تعول على راسك تخدم تجيب الفلوس انا لا بروميير اني كنت الحمد لله ما خاصني حتى شي خير لا دوزيام اني جافي اونت اني نهضر مع والديا نقول لهم خصكم تبقاو تصيفطوا لي تال جيت لباري ما كانش يمكن لي تال كنت ساكنه في سكنه غاليه كان عندي لوايي ا بيي ميم سي كنت اون كولوكاسيون ولكن كان عندي بزاف ديال لي شارج خصك تعيش مزيان خصك تقرا القرايه عندي كانت دي شارج عندنا الصفر بزاف عندنا دي ديبلاسمون خصك الفلوس يعني خصك انك يكون عندك الفلوس ا كوتي كنت بلا خبر والديا بديت نخدم خدمت المره الاولى خدمتي اون كيتيديون درتي ديال جوب اتيديون وي و زعما عاودي لنا كيفاش قلبتي عليهم وشنو هما لي تيب ديال لي جوب اللي درتي كيفاش قلبت عليهم كنت بارتو كان دي غروب فيسبوك كان في انديت المره الاولى لقيت في اون بولانجري خدمت ماشي بزاف في لافون ديريكت كنت نبيع وما كانش شي ميتي اللي نقدر اون ميم طون الترني مع الخدمه حيتاش في البولانجري كان خصني نخدم كل نهار ولا 3 جوغ بار سيمين ولا هذا اي وما كان عندهم لو بيزوان كثر دوكو كانت البيبي سيتين هو لا ميور سوليوشن سورتو للبنات تديروا السي في ديالكم كتعمروا كان عندكم اكسبيريونس نو كتكونتاكتيو كاين في انديد في ابيك ولا في بارتو في لي سيت ديال الريكروتمون كاين دي سوا دي بواط ديال الريكروتمون اللي هما ديال البيبي سيتين سوا فو باسي بار دي سيت دابا نعطيك لي بحال اوي ولكن كاين شي وحدين بارتيكولي دوكو كتهضر كونتاكتي ديريكتومون بارتيكولي كيشوفو كيديرو معاك ان انتروتيان اي اون فونكسيون طون بروفيل كيقبلوك كتقول لهم بلي عندي ليكسبيريونس كنت كنغاردي دي زونفون ديال العائله هذا وصافي هادو تات الا بغيتو هاد لي سيت ولا هاد اللعيبات هادو تدخلوا عند سارة انستغرام وطلبوهم منها وهي قاعد دير لكم دي ستوري تسال لكم داكشي وبدا كيفاش تتفعاش وداكشي اي دوكو خدمت بيبي سيتين كنت 3 جوغ بار سيمين شحال كنمشي 5 في الساعه تقريبا 10 حتى 11 اورو الساعه كنت ملي كنخدم 2 جوغ بار سيمين 2 جوغ ولا 3 جوغ بار سيمين كتجيك في الشهر شي 600 اورو هكا ميم طون كانت عندي الالترنانس عاوتاني لونتربريز كانت تعطيني شي 300 ولا 400 دوكو ابخي قلتي جيتي لباري كيف الاول كي جيت لفرنسا كنت كنريا بوحدي في كروز كنت ساكنه بوحدي في الحي الجامعي كروز كنت ساكنه بوحدي عندي ستوديو ابخي ملي طلعت لباري سيتي ديفيسيل كنت في سو لوكاسيون يعني كاريا بلا
sous location. La contrat, la contrat. Quand chez واحد كاري هو عاوتاني كاري لك. اه سي سا. فهمتيني؟ مع ليتا مي سي با ليغال. مي انا ما كانش عندي لو شوا لحقاش ما كانش عندي غارون. المشكل ديال غارون في فرنسا واحد المشكل كبير لحقاش ما كتقدر دير حتى شي حاجه بلا غارون. كنت درت سو لوكاسيون بوندون شي 4 موا مع واحد البنت يعني كنا كولوكاسيون وابخي مشينا انا وداك البنت عاوتاني مشينا درنا كولوكاسيون في باري في لو كور دو باري كنا في ان ستوديو صغير بسبالد الفلوس صغير وابخي من بعد منها بقينا عاوتاني كولوكاسيون ابخي سكنت بوحدي حاليا ابخي ملي خدمت سكنت بوحدي ما بقيتش اون كولوكاسيون الوغ التجربه ديالك مع الكولوكاسيون لا كولوكاسيون ديجا هي جوج ديال الناس كيتعرفوا ولا ما كيتعرفوش تيسكنوا بجوجهم في بلاصه واحده كيتشاركوا داك البلاصه اللي ساكنين فيها بي ستوديو ابارتمون ليك هي سي اون اكسبيريونس مزيانه لحقاش كتعلم داك البارطاج انك تعيش مع شي حد اللي تقدر تكون انت فاهم معاه تقدر ما تكونش فاهم معاه والمشكل ديال الكولوكاسيون واخا تكون انسان كتعرفو حتى كتعاشرو تحت سقف واحد عاد كيبداو المشاكل ما تهزليش هادي ما تقيسليش هادي علاش درتي لي هادي المهم مشاكل كينوضو انا بالنسبه لي كتبقى اون اكسبيريونس اللي الواحد الا كان محتاجها غيدوز يدوز منها ميم سي زعما تنفضل ما ندوش منها كنفضل بان الواحد يسكن بوحدو ولكن ملي كتكون محتاجها الله يحفظك في الاول لان ما كتبقاش عندك الانتيميتي ديالك بعدا ديما دير كاف المهم شي مره كدير حتى شي حوايج اللي الكولوك ديالكم كيديرهمش يعني ما خصكش دير له الصداع ما خصكش هادشي عاد لا كان كيدير هادشي ماشي لا تلقى اللي كيدير الصداع تلقى كيدير اللي كيرون ما تيكون معفون مستخف فهمتي انا صراحه هاد الخير ديال المشاكل حتى نقيت هاد المشاكل سورتو ملي كتكونوا المشكل الكبير كوني كتكونوا جوج الناس ما عندهمش نفس العقليه ديال نفس الطريقه ديال التربيه ونفس التربيه يعني واحد كيمشي يخلي الطواليت حاجه تكون موسخه واحد يمشي للحمام يخليه موسخ الكوزين يخلي المعان هكاك ما مغسولينش انت داغي خصك تجي تغسل المعان المشاكل كبيره ديال الكولوكاسيون البروبليم سي كو كانت واحد لامي ديالي كانت قالت لي كتهضر مع صاحبتها قالت لها بغيتي نبقاو صحاب ما نسكنوش بجوج شوي داكو اي ما فهمتش انا في الاول كنت يلاه جيت النهار الاول فرنسا ما فهمتش الهضره هذه قلت ما قلت لها هكا مي حتى درت لا كولوكاسيون عاد فهمت هاد القضيه هادي باسكو ابري كتبدا كتكتشف شي حوايج اللي فريمون انتيمو شخصيه عندك الشخص اللي هذا اللي هو بوغ لوي كتجي عادي يعني داك المثال كيدخل طوات ما كيتلقش على شاص بوغ لوي هكاك مربي هكاك معلم ما عنده عاديه هو بالنسبه لي ما وقت فيه المشكل مي انت كنتيك في شكل كتدخل كتجي كدير بلاصه ولا هذا ما كيعجبكش الحال فهمتي تما كتعرف شي حوايج اللي ما مفروش تعرفهم كل غير كنتو غير صحاب كتلقاو في القهوه مره في السيمانه ايتوس دوكو في الاول كما قلتي كتكون اتيديون صراحه كتبرك على راسك وكتقول غادي نصيد واحد 200-300 يورو لي شارج مفارقين مقسمين الكرام مقسم كلشي مقسم بصراحه الله مي سي بيان دكنا البروبليم ديال الكولوكاسيون باسكو سي فري كو في الاول تحت ما تعرفش زعما العواقب ديالو كيفاش كتكون من بعد موضوع مهم نتوما واش عمركم درتو كولوكاسيون واش سي فري هاد لي زيكسبيريونس اللي عاودنا لكم حتى وقعات لكم خليونا دي ميساج في لي كومونتير باش نقراو شنو صدر لكم في هاد لي سوجي هذا حنا الطلبه اون جينيرال اللي كنكونوا في الخارج كتكون عندنا مسؤوليه ديال القرايه ومسؤوليه ديال الفلوس ومسؤوليه ديال الوالدين علاش لان كنبغيو نديرو شي حوايج ملي كتكون موراك كاين واحد السبونسور اللي هو والديك واخا كتقول وصافي لقيت الخدمه خاصني نخدم باش نفكهم لان صحيح ماشي باش يفكهم منه باش يعاون والديه باش يعاون والديه هذاك الام بعدا غيهز راسو بعدا في الاول عاد ديك الساعه يعاون والديه يعني ما تيكونش عندك لو شوا باش دير فريمون داكشي اللي باغي يعني كتكرفص ماشي بحال واحد اللي ساكن هنايا يعني فرنساوي تلقى بعدا ما عندوش التمارة ديال كيفكر في الفلوس الكراهية هذا عايش مع والديه ترونكيل سقط ما سقطش ما عندوش مشكل ما عندوش ديشارج ولا ديفخي يعني حنا الاولاد والديك غير لاباس عليهم لاباس عليهم حنا لا كتبقى عايش يعني ما عندكش هذا ما عندكش سميتو داك لوبسيون ديال التسقاط او تعاود العام ولا هذا ما كاينش داك الشيء تجي تنجح تجيب داك الدبلوم ديالك باش ما كان يعني والديك ما يقدروش يوفروا لك عام زايد ولا هذا صافي هذا الشيء اللي كاين موراها الخدمه كتقول داك الشونجمون ديال ستاتيو خصك تاخذ الوراق ديالي حتى ما حيدتك حيدتك بزاف ديال الحوايج كيلعبوا وهذا الشيء كيستريسي بزاف كيستريسي انا ستريساني بزاف دونك انا مازال ابخي لو ماستر ديالك ملي كنتي كديري ستاج تاعني في الشركه اللي فيها انت دابا مازال عقلك قالت لي انا فريمون ستريسي بزاف ما كنتش عارف واش غادي بروبوزي عليها تخدم ولا لا كنت في الشك ويلاه خرجت تخدم قلاب وصالي غير تقطع عليها بداك الشهر الا ما لقاش الخدمه كتفكر كيفاش غادي تلقى عاوتاني زعما الغوفوني ملي غتجيبو ايتترا مي فريمون كي كتخدم مزيان وراه ديال والديها بقي ساهل عليها وخدمات مع ديك الشركه
كانت صعيبه، كانت فاده في الماستر الثاني ديالي هنا في فرنسا. كنت درت 6 mois ديال بحال الالتيرنونس، واحد الكونترا ما بين، كنت كنقول في داك الشهر تسعود كنقول واش غادي يسنيو معايا الكونترا، واش غادي بروبوزيو لي سي دي اي، واش ما غادي بروبوزيو لي. فينالمون الحمد لله بروبوزا. زعما هذيك لا بيريود اللي شتها صعيبه، لحقاش كنت بي اف او، حتى هو كان بي اف او، خصني نمشي، خصك هذيك هي البيريود اللي قلت تمشي فيها المغرب باش ترجع باش تقلب، يعني ستريس خايب. ولكن الحمد لله زعما بروبوزاو لي وبقيت معاهم. ديكو شنو لو بوست ديالك، شنو كتخدمي؟ لو بوست بديت سنيت معاهم لا بروميير فوا، سنيت انجينيور كوميرسيال، ابخي ديفلوبات لقات ديال لحقاش ديريكتريس كوميرسيال ديالنا خرجات مشات، ديكو لو بوست ديالها بقى خاوي. وشنو دارو؟ قبطوا البوست ديالي والبوست ديالها وداروه في بوست واحد، بيزنس مانجر على بوات كندا. دونك سيرتو دابا لافونس كنت تقريبا 2 سنت معاهم. وي دابا راه فريمون بحال تقولي ولات البغاتغوا ديال لو شيف دونتربريز، لو شيف ديال المنشاه فريمون قد المسؤوليه. سا ولا هو كاع مابقاش كيجي كاع وكيخليها هي اللي كتجيري كلشي. دونك شوف لوبورتونيتي فين جات، يعني ديسي 3-4 ans ما تعرفش شكون هي. سي سا هاد لو بوان، لحقاش ما عمركم ما تقولوا انا عندي مازال عندي 25 ans ولا 26 ans، ما تحكرش راسك. انا لا ديريكتريس كوميرسيال كانت عندها، انت كنتي كتحكري راسك، ما يمكنش ندير هادشي راه بزاف خايفه لو جون، ماشي الدومين ديالي. لو جون اللي بروبوزاو لي عقلتي ما قدرتش، كنقول انا واش انا نقدر ندير داكشي، انا ما يمكنش، كنقول انا نخرج نبدل عليا، نخرج انا ما يمكنش، انا هاد ريسبونسابيلتي كامله. كنت خايفه بزاف. انا لو بوت من هادشي كامل، الهدف اللي باغا نقول لكم من الهضره، هي ان تثقوا في راسكم، حتى حاجه ما صعيبه. الانسان كيتفورما كيتعلم، ما تقولش لا هاد الحاجه حقا فهاد شي انونس دو ريكروتمون طالبين تال بروفيل افيك اكسبيريونس، هادي بوستولي ما عرفتيش فين غادي تجي. يقدر لك لا بيرسون قادر ان يفورمي داك لا بيرسون فواحد الحاجه معينه، بان عنده ان بيزون فواحد الحاجه واحده اخرى، بوستولي ما تخافش. وفي لونتروتيان ما تخافوش، بينوا لي كومبيتونس، بينوا الحوايج اللي كتعرفوا ديروا بلا ما تخاف. بزاف د الحوايج ما كيتعلموش، اللي هما لي السوفت سكيلز ما كيتعلموش، الحوايج اللي عندنا اش عندنا ما يمكنليش انا نعلم مثلا نجي امام نعلمو الغولاسيونيل كيفاش يعامل الناس، هادو سي اين شي حوايج اللي يمكن لك ديفلوبيهم مع الوقت، ولكن الا ما كنتيش كتعرف تعامل الناس ما يمكنش تعلم تعامل الناس. باغ كونطخ الهارد سكيلز هما لي كومبيتونس تكنيك، هادو كيتعلمو. نقدر نتعلم لوجيسيال فلان فلاني، دابا كاتشا نتعلم، ما عرف شنو، نعرف نخدم بزاف د الحوايج نقدر نتعلم، ولكن السوفت سكيلز صعيبه. ساره نسيتي ما عاوتينيش على واحد، دابا انا عارف الاستوار ديالك، كنحاول نجبد كاع داك لي بيتي بوان اللي كانوا كلي في الاكسبيرونس ديالك. كنت دزتي من ديبرسيون ملي كنتي جيتي لفرنسا، اي كنتي ضيعتي فيها لو بوان، فان زدتي فيها لو بوان مورا نقصتي اكسيتيرا، هادشي بسبب المجي ديالك لهنايا، باسكو كلشي تبدل عليك، الجو، الماكله اكسيتيرا، العائله ما كايناش، هادشي اثر فيك. دونك عاودينا هضرنا على المشكل اللي كان وقع لك. داك الشيء كنبدا قبل، وهنايا يعني كنبدا قبل في ذاك لا بيريود اللي كنت جايه هنايا، يعني كنت خايفه بزاف وهذا، وكان وقع لي ان ديزيكيليبر هرمونال. À l'époque, je me souviens, j'avais pris chez 40 kilos. Mais j'étais là, parce que quand c'est pas régulier. J'étais là, c'était un autre monde, que ce soit entre les cours, entre les cours, تصبن حوايجك انت كدير كلشي. حتى انا كنت وقعت لي القضيه، اللي كتوقع لكلشي. ملي كنت جيت كنتفكر تصاوري في انستغرام، راني كنت فيا كنت فريمون ضعيف، كنت فيا شي 72، دابا راني واصل راني علين غادي ل 90، والله العظيم كلشي كيتبدل عليك، كلشي كيتبدل عليك. وملي كتبقى صعيب مع قوه المسؤوليه، حسن عوان والدينا قسما بالله، حسن عوان هما عاد هما راه زايدين عليهم المسؤوليه ديالنا، غير بوحدك وكتلف كتلف ما كتلقى ما دير، كلشي كيتجمع عليك وما كتكونش مولف في الاول، عاد بشويه بشويه كتأدابطا، كتلف بوراقك بوحدك. سان سوجي ابار، ولكن كتولف من بعد، كتقوي المناعه ديالك ضد هادشي، كتقوى، كترجع لراسك، خصك كتعول على راسك. راسك ما عارف بلي ما كاينش اللي غيوقف معاك في هذا البلد السعيد من غير راسك. مي هذا سي في بون شوز، انا بالنسبه ليا الواحد ورا تما فيك سي بون كوتي، tu te découvres en fait. Tu découvres ta vraie personnalité شنو في الداخل ديالك. دونك ان ميساج لي بارون اللي عاد غيصيفطوا وليداتهم باغيين يمشيو، سورتو البنات، حنا البنات هما اللي كنهضروا عليهم دابا. دونك شنو ممكن تقولي لهم اللي كانوا بناتهم غادي يمشيو يقراو برا؟ ثقوا في وليداتكم، سي لو مو، ثقوا في وليداتكم بزاف، لحقاش
هما الا ما كانش المساعده ديال الوالدين الدراري كيعياو دغيا. كل ما كنتي انت كاب ولا كام في جنب ديال ولدك تعاونوا معنويا اكثر من ماديا. ماديا راك الاب ديالو ولا الام ديالو راكم مسؤولين منه، ولكن معنويا داك المساعده راه كبيره بزاف. كتعيط له كل نهار، كتسول فيه. هادشي الناس اللي هنا، اما الناس اللي عاد جايين ثقوا في ولادكم بزاف. اللي باغي يحقق شي حلم كملوا معاه، تزيروا معاه، غيفدي لكم من بعد، يعني غادي يشرفكم. دونك كتبتي ميساج للبنات وحتى الدراري اون جينيرال اللي باغيين يجيو ولا اللي كيشوفوك ديجا هنايا، ثقوا في الاحلام ديالكم وفي لي زوبجيكتيف ديالكم. حتى حاجه ما صعيبه، كلشي يمكن له يتحقق بواحد الاراده الا كانت عندكم اون فولونتي. كلشي كيت حاجه ما صعيبه. دونك صراحه شفت بدا الحشمه والستريس قدام الكاميرا مش بصح نعاودو شي فيديو اخرى واقيلا. المهم الا كنتو باغي شي سوجي اخر نهضرو زعما نهضرو مع ساره، خليوه لنا في لي كومونتير، نجيبوها نهار اخر نسولوها على حوايج اخرين اون ديتاي. مازال عندها بزاف فيهم، مازال حوايج بارطاجيهم معنا. كنشكرك حيتاش تو اكسبتي دوزي معنا في لاشين. اي فوالا نزيتي با، راكم عارفين لا سول شوز اللي كنطلب منكم غير باش تدعمونا وتشجعونا هي ان بتي لايك لي كومونتير اللي عندكم دي كاسيون، اي بارطاجيو مع الناس اللي قرب منكم اللي بوتيتر هادشي يفيدوهم، سورتو لي بارون اي لي في لي عكسانين ولا خايفين يخرجوا برا باش تموتي فيهم شويه. نزيتي با تبعونا في انستغرام ديال ساره اي انستغرام ديالي. نشوفكم في فيديو بروشين ان شاء الله. تشاو. I just assumed I'd play the part.